في سماء العرض وفي مواجهة المنصة يظهر تشكيل آخر من تشكيلات المعدة الدلتا، تشكيل رأس سهم بعدد 5 معدة. يظهر قائد المعدات مهارة متميزة ودقة في تناسق جوي راق. تشكيل آخر للمعدات الدلتا وهو تشكيل المعين الأفقي والمكون من 9 معدة دلتا، يظهر مدى ما يتمتع به مقاتلو المظلات من القدرة على العمل الجماعي والمحافظة على الاتجاه. في سماء العرض وفي المواجهة تتقدم مجموعة من مقاتلي المظلات للمعدة الدلتا، يستعرضون مهاراتهم في تنفيذ أعمال المناورة الحادة، حيث يقوم قائد المعدة الدلتا بإجراء عملية الهبوط الحاد والتسلق لأعلى مع الإخلاء لليمين واليسار بجرأة وثقة وإقدام. تم الآن إسقاط مجموعة الأعلام من الطائرات، حيث تظهر الآن في سماء العرض ولأعلى ولجهة اليمين قليلاً، ويتم بث ذلك مباشرة على شاشات العرض أمام حضراتكم. من خلف المنصة أحد التشكيلات الجوية للمعدة الدلتا، تشكيل رأس سهم المكون من 5 معدة، يظهر مدى ما يتمتع به مقاتلو المظلات من قدرة على العمل الجماعي والمحافظة على الاتجاه في قوة وجسارة. وصلت الآن عناصر القفز الحر من المعدة الدلتا على المباني المخططة، وتقوم باتخاذ أوضاعها لاقتحام المباني من أعلى، ويتم تنفيذ النزول السريع. وتنفيذ الرماية المباشرة على العدائيات المختلفة أثناء النزول. يتم نزول قافزو المعدات الدلتا من المبنى يسار المنصة والتعامل مع العدائيات المختلفة، وينفذ قائد المعدات الدلتا مهارة خاصة في سماء العرض. ويتم الآن نزول القافز الحر يسار المنصة من على برج ميدان الجبال للتعامل مع العدائيات المختلفة تحت ستر نيران المعدات الدلتا، التي تقوم الآن بتنفيذ التقاطعات الجانبية داخل وفي سماء ساحة العرض. يظهر الآن وفي سماء العرض ولأعلى أحد أصعب تشكيلات تشابك المظلات في أروع صور الإبداع والمهارة والجرأة والجسارة، حيث يظهر تشكيل الماسة لعام 2016
والمكون من 25 مظلة، والذي يعتبر من أكبر تشكيلات تشابك المظلات في الشرق الأوسط وإفريقيا. هذا التشكيل يمين المنصة ولأعلى، ويقوم القافزون الآن بالتجميع حيث يظهر التجميع على شاشات العرض. مجموعات الأعلام تظهر الآن أمام المنصة، وتكمن صعوبة تشكيل الماسة عند التكوين، حيث يتم تجميع القافزين الحر بعد إسقاطهم من الطائرة من نقاط تجمع مختلفة، وكل قافز حر له ترتيب محدد داخل التشكيل لا يستطيع أن يغيره، ليلتقوا جميعاً في مساحة صغيرة جداً وفي توقيت متزامن، حيث يظهر الآن بوضوح على شاشات العرض. وتحتضن سماء الكلية الحربية الآن مقاتلي وحدات المظلات من مجموعات الأعلام القادمين من مسافات بعيدة بالسباحة الجوية. تم الآن اكتمال تشكيل الماسة، ويتم التصوير الخارجي من خارج التشكيل والبث مباشرة على شاشات العرض. هكذا هو تشكيل الماسة على قلب رجل واحد، شعب مصر الأبي. هكذا هو جيشكم، كتلة صلبة واحدة، جيش سطر تاريخه قبل أن يكون التاريخ تاريخاً، كان وما زال وسيبقى بإذن الله على قلب رجل واحد تحركه فقط المصلحة العليا للبلاد، ويأتمر بأوامر شعبه، وعلى كل من ينتمي لهذه المؤسسة الوطنية ارفع رأسك عالياً، فأنت تنتمي لجيش مصر. وتقترب الآن مجموعات الأعلام أمام المنصة للوصول إلى ساحة العرض. يظهر الآن تشكيل الماسة بوضوح في سماء العرض ولجهة اليمين. ويصل إلى ساحة العرض الآن طليعة القافزين الحر من مجموعة الأعلام. ويتوالى وصول القافزين الحر من مجموعة الأعلام إلى ساحة العرض. يقوم الآن قائد تشكيل الماسة بتوجيه التشكيل في مواجهة المنصة. يستعد الآن تشكيل الماسة للفصل، حيث قامت المجموعة الأولى من التشكيل بالفصل الآن،
ويتوالى المجموعات الأخرى. إنها الانطلاقة الحرة الواثقة لرجال المظلات، رجال جيش مصر العظيم. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق، ودراته فرائد عقدي. إن مجدي في الأوليات عريق، من له مثل أولياتي ومجدي. أنا مصر، أنا مصر، فمن يضاهيني ومن يباريني؟ أنا التي يقترن اسمي بأوليات كل شيء. أنا صاحبة 7000 عام والباقية بإذن ربي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتآمر المتآمرين، ستبقى مصر. وما زال عناصر مقاتل المظلات في لوحة كرنفالية ينتشرون في سماء الكلية الحربية، احتفالاً بتخريج خريج الكليات والمعاهد العسكرية. هذا وقد تحصل فريق القفز الحر على المركز الأول في العديد من البطولات العالمية لتشابك المظلات ودقة الوصول. يصل إلى ساحة العرض الآن طليعة القافزين الحر من تشكيل الماسة. ويتوالى وصول القافزين الحر إلى أماكنهم المخططة. ويتوالى وصول القافزين الحر إلى ساحة العرض. يصل الآن إلى ساحة العرض قائد تشكيل الماسة. وتحتضن الآن سماء الكلية الحربية أحد القافزين الحر
حاملا علما.